قال ويسن جلوسه بعد أذان المغرب يسيرا. نعم، هذه المسألة وهي قضية الجلوس بعد الأذان، قول المصنف ويسن جلوسه أي جلوس المؤذن بعد أذان المغرب، يعني إذا أذن المؤذن لصلاة المغرب فإنه يجلس بعدها يسيرا. ما ضابط اليسير؟ قالوا الضابط اليسير أن يكون بمقدار ركعتين، هكذا ضبطوه. وما الدليل على استحباب ذلك؟ قالوا ما جاء في حديث أبي بن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بلال اجعل بين أذانك وإقامتك نفسا يفرغ الآكل من طعامه في مهل ويقضي المتوضئ حاجته في مهل، فدل ذلك على استحباب أن يكون هناك مكث يسير. وعبر المصنف رحمه الله تعالى باستحباب الجلوس ولم يعبر بصلاة ركعتين، لأنه سيأتينا إن شاء الله في السنة الرواتب أن السنة بين الأذان والإقامة المغرب ليست من الرواتب ولا من السنة المطلقة، وإنما هي سنة وإنما هي صلاة مباحة، فلا سنة قبل المغرب وإنما هي مباحة، فمن صلىها فله أجر ومن لم يصلها فلا شيء عليه، فتكون داخلة في النفل المطلق. ولو قال المصنف هنا واستحب أن يصلي ركعتين لصالت نفلا مقيدا مستحبا في هذا الموضع، وسيأتينا إن شاء الله هناك الدرس القادم ربما أو الذي بعده أن السنة النوعان راتبة وغير راتبة، والتي قبل المغرب ليست من الراتبة ولا من غير الراتبة، وإنما هي من المطلق السنة المطلقة، فهي مباحة ليست راتبة ولا غير راتبة، لكن من فعلها فله أجر السنة النافلة.